دكتوره داليا فريد استشاري امراض النساء والتوليد عايزين نتكلم النهارده ازاي كل سيده تعتني بنفسها وتعرف كويس أوي يعني ايه ان هي تعمل فحص لنفسها وفحص برضو عن طريق الطبيب المتخصص الفحص الذاتي للسيده هو عباره عن الفحص لاي شيء متغير في جسمها وبالذات بعد فتره اللي هي الفتره اللي بيحصل فيها اضطرابات هرمونيه الفتره بتاعه اللي هي سن الأربعين وهي سنه مش هنقول عليها خالص ان هي بدايه انقطاع الطمث او اي كلام من دوات لان هو الفتره دي بتبقى مجرد بدايه تغيرات هرمونيه ليس لها مطلقا علاقه بانقطاع الطعم ولكن بتحصل فيها تغيرات لازم نبص عليها ونفحصها كويس قوي عن طريق الفحص الذاتي وكمان عن طريق الفحص الشامل للسيده عن طريق الطبيب الطبيب بيبص على كذا حاجه اولا فحص طبعا للمنطقه نفسها المتخصص فيها زي الفحص النسائي بيبص على عنق الرحم وبيبص على الرحم والمبايض عن طريق الاشعه التلفزيونيه وبناخد عينه من عنق الرحم عن طريق الباب سمير او البروستاتولوجي وبالاضافه لذلك طبعا الفحص للثدي عن طريق الماموجرام او الالترا ساوند والكلام ده طبعا بننصح كل سيده ان تعمله سنويا باتباع كافه التعليمات الموجوده بناء على الفحص السنوي ولو اي حد طبعا عنده اي تاريخ مرضي في العيله او اي تاريخ مرضي سابق او اي اضطرابات هرمونيه سابقه دوت بيكون الفحص ليس سنويا فقط ولكن برضو بيبقى عن طريق الطبيب بيحضر وبيقول بالظبط بيتعمل كل قد ايه موضوع الفحص الشامل للسيدة ده من الحاجات المهمة جدا اللي ليس لها قدر كبير من التوعية في المجتمع عندنا لكن مهم قوي ان كلنا دلوقتي نتبع هذا الاجراء لازم كلنا كل سنة نهتم بصحتنا نروح نعمل فحص لعنق عينه من عنق الرحم ونعمل فحص سونار ونعمل ماموجرام والترا ساوند عشان نطمن على نفسنا عشان ما نتعرضش لاي حاجات ليها عواقب بعد كده خطيره شكرا